Entonces, o capto caratura ya. And said she was going to force Rashida and I to get sworn in on the Bible. Rashida ki ay helayeen ay ka iibsanayaan Saudiga Iran inoo khalkhal galay ay ka baxayaan. Bismillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamas oo soo deysay laba maxabiis dumar ah oo wayla ah oo xanuunkana dabcan oo ka muuqdo. Waan ka hadli doonaa bi idhnillaahi ta'aala ilhaan oo hadirtan dabcan arimaha soo baxay ay ka mid tahay in waagi lagu goondiyay waagi dabcan Congress ku biiraysay in Bible-ka lagu dhaarin doono. هذا أيام كده دونا إن شاء الله تعالى عود كانوا نسود دين دونا إله ابن كيسة. سيرة سكر أنت أنا أرنتها قالين وحان ابن تصايا فيديو كان أدرك إنسان وكي شري أنسوق ليني ودرك إنسان. إسلا أسقوا يا هذا كان وإسكرين شوت يا دور حبا أنك هذا معناها. مركا إسكرين شوت يا محليين. أما هذا نكوسو دبيو مد واكنا مد كنا واكنا. طبعاً لا واحد بقولناك خاضي لكن كوا بدن أي ولا لها قارك يسئس ودرينا إلى وذاكين مركب حليهين ميت كم حلي هاي كونتنت جن فيديو جنن أو يوتيوب يعني هي مناسب كوما هن سيدا درت هذا إن ربتيد إن فيرس إن كلا كرفو قف كي مركب كرفتو سؤال لو يدينا يا أو أي تاي إنه كجوا ما تورن ميت كا سيدا سولي ميت كان كلا نحلي إن سيدا يتون سنة كوا انتهاي عدي أو قف كي مركب وينو جرا بوحيا أما أي ديجي صدراء يوحي لمدك يعني هدان سيكال قوود ديغو تخريبا حتى يوتيوبك إلا فيسبوك وحي إسكود ديسي إني عنقبتان نصار تو سيد دع بلوت فيديوين هبايرات عدنا تسين قريسو دعوو إي بلا يئي معناها هيريك إي إنت أجير إنت أجير سان أجير ني حد حغاير يعني وحد أمان يسأل نغسو خاليس لكن ولي عنقبتان تيان نصارا وحق إي فيسبوك أما يوتيوب ولكن كذا وحو اسكا اها ميت حوغا نورمال او اسفهن اي وحي لميت اها مرق هاريزنا الاحمر اي لكن هاد ديرتن فيديو دينا تارجت عادي اه اي صارتي وانا اركيسان فيديو جهد او قدن بيه شالتو هادا ما انتا اتفيرسان ايسا قل وحو قد احنا لسو وذاك ام اسكرين شوت كاقبو ان هالكا نوسو سال الله كو بارك هايو محايا يلي واسيدا موضوع ايضا ان كهد لينو ولا الاخر كوضا وحي ليهين عيد كاستما لا تارجت غريستو شيخو اذين حال غارو اي وحي لميتك اف وارون عيد ولا بلا ما تارجت غريستو دادك خار كيسا لكن سلا تارجت غريستا دادك اسي اي خار كيسا لا تارجت غريست عان انا كامي دحاي او دين عوال با فيديو ايضا ان كهد لينو هدين نخطو قوم بلودك هدين نخطو كون هدا فلسطينين تا وحوال با ان سوق لينو طب والا حرا بلو حافيريني ساجنا لدى قار فيديو ايضا سي انا ان سوق دينو او كلي سوق دين لما تابتو لما هادلو وحلو غوما سمايو عادي الغو تصايا اما انا مركام اسا فيديو جي كاس او قل انصو لقنو انتاسو ريستريكشن انو ريالا اما فيديو جي ايه بهاي قب سينا قرينا ايان ايو حلا متكا مركا المهم الانتان ايا جيرتا الهينا تبارك وتعالو حان كبر انو نقدر القاضو حرونتان شيغينا حقيقتان شيغينا عيد العيد اسكود ديس انا افكن نخبات الشيغانا ايسانا انا يهد حرية القول او جري ايو حلا متكا واتكا اركيسان واكاسا يوتيوب نقول لقن فيسبوك سدح بلوت ايو نسارين يحي مركا دلك غارك يسوح الليهن شيخو فيديو واسه الوخ بصنايا كذا محاد قول له فولي ما تحي كذا فولي نعم مجرته ماشان انا غيس كماليهن لكن وانا نوفا صحي وح على وحي اي اي دونان كلية اي تحي انا نقلينو تاسو معقول احاين وحي انا رأيك انا وحانو ارقنا انا مناسب وانا شيء كرنا تانا الا اي حد مجرته مركا حضالة غارك يسا وان كل يحنا فيديو غاركو وان كل يحنا سبب انا وانا شرعيدو هجبينا هذا نسيلا سيتهاي وكاسا المهم سيدي اعطى هالكاس ان اغبى حياة مركا فيديو خار اذا لما وضعي كربو خلقي ببخل اغادة نعم حتى دمر كان لسود داي وان حياة او وابا كاسا لكن مش شري كرا هالكا يدافي يعني ندبعا دنا نبلي سينينة المهم واكوانا والله بد دمر اه ويل اه او حانون صنعيات اركيسو وحي لهان حماس وحان اسود ديني حالة انساني اه ان اسود ديني ولي بلا بدن دمر واسرائيليين معناها مرك واوركي او قدن بيه لا بدن دمر ايا لسود اي ويلا دا اه ولي بحانون صن ايقو وحد اركيسا فيديو وكار كيسا عبيتان لسينا ايو تشيبس او كار اي عون ايان ايراك حماس كامي دهو ويجيك او حيلا يخب وطو او مرك اي وليجين ايان اي ايات فيديو وكار كيسا تاوا تا سلاس وكار وحا هرو اجري دبعان لابد دمر اه او هاي اي قبر دي اه هرو لو سود داي او مرايكان ايغا اه اي اسرائيل لابد دل شيه استين لابد ايان وحا لغو تلمامي حالة انسان ان لو سود داي لكن قود هان حماس وحي شيغ يسا اما اي شاك تده محابيس تا او آنان اهين عيدا مدا بادن قود اني سود دين دون تو هدي حالة دا ايسا محضو سلاي هرو اشيغان اما هل مروحان ادينا الهان ايو ارنت هاد صوب بحيسا او كان بسم الله to do with your identity and how much to do with your views, specifically your criticisms of Israel that Speaker McCarthy openly singled out. Interview gan horo aha
oo wuxuu ahaa taqriiban adiga dhowr bilood ka hor meelahaas wixii la mid ka ah laakiin haddu waxa loo cusboonaysiin arintan Israa'il darteeda intaana si socon waxaan xusuusanay walaalaha qaar wixii leeyeen video halkaas soo saaray wixii la mid ka ah hore baan soo saari jiray videoda geeskan iyo ama geeskan iyo wixii la mid ka ah laakiin calaadiskan jira dartiisa macquul ma ahan video ina halkaas soo saarna iska dhaafe xataa si toos inaan kugu soo jeediyo in yar hadaan ku tuso dhab waan nagu dhagan yahay sidee ahaa tabacudkan fasaxa marka you think the targeting of you last week had to do with your identity maana sidii lagu target gareystay isbuucii la soo dhaafay ma waxa u maleeyneysa inay tahay meesha aad ka soo jeedo and how much to do with your views specifically your criticisms of Israel that speaker McCarthy openly singled out sidaas ugu xulay imisaad u maleeyneysa wax lagu target gareysanay inay sidaas oo kale kamid tahay Israa'il sidaad u dhaleeceyso ayuu leeyahay marka maxay sheegi doontaa dhageysa marka it precisely has to do with bigotry if you remember Marjorie Taylor Greene herself in 2019 came to Congress and said she was going to force Rashida and I to get sworn in on the Bible because we certainly could not be official unless we did so she talked about how we were infiltrating Congress as Muslims macnaha almuhim haween ayaa jirta 2019kii isku daysay tiri waxaan ku qasbaya ilhaan ee Rashida Rashidana waa gabadha kale ee Falastiiniyada ah inay ku dhaartaan Bible-ka waa sida hadduu haweenaydaasi aya sida macnaha waan ku qasbaya hadalka lafdigaasi ay isticmaaleysa ogow culayska la saaro mararka qaar kiisa dadkan macnaha uma maleeyin kartid waxa yar ka hor video ayaan fiirsanayay videogaas oo arkayso ayadoo lagu dhex jiro Congresska Mareykanka dhexdiisa haweenay su'aal weydiisay nin intay ku dhaweeyso microphone-ka ayaa intuu sida u qabto kala tuuraya kaliya su'aash maxay tahay ma taqaana Israa'il ku saabsan tahay marka videogaas wuxuu ka hadlay sida Israa'il ay u kontrolsho Congresska Mareykanka sida gacanta ugu hayso cid ka soo horjeesan karta inayna jirin haddii aan dharbaaxsho lagu dhufan qofkaasi nasiib uu leeyahay ama aan la xirin ama aan la waalin ama siyaasi ahaan loo cuno qabateen ama aan doorashada kare dad Congresska ku jira waxay leeyihiin waa sida videogaasi aan daawanay waxa kor haddii aan un waxyaro Israa'il macnaha ku saabsan si qaldan aan u dhahno doorashadeena hadhowdii ay ka go'an tahay oo maadaama shirkadaha Israa'iiliinta ay leeyihiin badanaa dhaqaale ku bixiyaan haddii marka doorashadii la gaaro qof kale ayay keenayaan oo ay lacag badanna ku bixiyaan meeshan naga saarayaan sidaa darteeda wax walbo ayaga taageero u baahan yihiin hadalka ma keeni karno sidaas ayuu leeyahay haddaan ka halka uga gudbo waxaan aadayaa hal mar arrin kale ayadana oo ah China oo maraakiib soo dhigtay 6 markab ayaa hadda la sheegayaa waa 6 markab dhinaca Cumaan iyo Kuwait markii ugu horeysay Cumaan ay tageen 3 kamid ah kadibna way ka soo tageen waxay tageen Kuwait areaadaas ay joogan waa 3 kamid ah maraakiibta 6 ah marka 3na dhinacaan ayay joogan 3na dhinacaan ayay joogan marka 6 markab oo ay iska leedahay dawladda China oo ku jira xeebaha wadamada Carabta sababta ay u yimaadeen lama garanayo waxa badeecadahooda iyo shidaalkan maadaama ay aad ugu xiran yihiin dibaato inay dhacdo oo shidaalkii ay helayeen ay ka iibsanayaan Saudiga Iran inuu khalkhal galmay ka baxayaan ma wax kala jira habeer aad cid ugmalahan laakiin 6 markab ayaa la xaqiijinayaa Chinese-ka ay leeyihiin oo meesha imid khaasatan area-da Carabta arinta kale aan ku daray wax weeyaan oo aydana cusub Saudiga iyo Faransiiska wada hadal waxa u socday Saudiga oo rabta inay iibsato 54 miigagal dhaho Rafael miigaga aadka u dheeray hubka culusna qaada duqeynta meelaha ay duqeynayaan ee targetyada ay u target gareysanayaan aad ku halista uga ah ee Faransa soo saarto oo wadahadalkoodii oo si fiican u socdo meel fiican oo maraayo Saudiga waxay rajaynaysaa ama ay rabtaa November inay hesho 54 miig ee Faransiiska dabcan uu sameeyo ogowna Faransa waa waddanka saddexaad marka laga tago Mareykanka iyo Ruushka waa waddanka saddexaad hubka adduunka geeya macnaha beec ahaan u beec geeya kaana waa arrimaha cusub haddaan u soo laabto marka dhinaca Falastiiniyiinta dhimashada Falastiiniyiinta oo 5 kun kor u dhaafaysa 400 hal mar ay dhacday oo duqeyn ay Israa'il ay sameysay sidaas oo kale 15 kun ayuu dhaawac maraya weerar Gaza dhimashada 5 kun iyo ay kor u dhaaftay dhaawacana 15 kun macnaha waa nambaro kor u sii socda intaas ayaan ku soo xatimay Allah idin barakee walaalaha khaariga meel walba joogtaan dabcan na taageera culayskaas aan saaran videoyadeena si caadi ah ay loo target gareysanayaa waa la xilayaa qaarkooda qaar yani waxaad u maleysaa he dagaalkii halka ka socday qayb ka mid ah inaan nagu socdo wax yar kadib warqada soo dhacaysa wax yar kadib video la xilaya wax yar kadib sidaa ay wixii la mid ka ah noona soo duceeya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu culayska naga dulqaado noo soo duceeya barakallahu fiikum taageeradiina iyo qaybintiina wax weyn ay noo taraysaa ayaami hadda la soo dhaafana taageeradiina wax weyn ay noo qabatay run ahaantii aadan in kaga mahadcelinay mar kale cadeyntiina waad arkaysaan videoyadan sida ay hee isugu dayaan inay meel walba dhab 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 u siiyaan
dhamaan warqadaha qaar ay noo soo diraan ama hadalada qaar aan dhaxmara idin lama wadaagi karaa la noqdo maadaama arin yani daacwii wixii la midka ah ay ku saabsan yihiin ayna noo socoto laakiin ogaada wax walba sidii hore ma ahan halkaan arinta ka socota marka ducadeena u baahanahay iyo taageeridina wajazaakumullahu ta'ala khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.